الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو كمان كانت ليه مجموعة من التصريحات عقب الاجتماع برؤساء الاتحادات الرياضية الإفريقية. تعالوا نتعرف على تفاصيلها من خلال هذا التقرير. التجربة الأولى لمصر مع اليابان، الحمد لله عملنا تجريب، لكن هنعمل محاكاة كاملة للمباريات الجاية. لكن احنا النهاردة يعني في وجود السيد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الكونفدرالية أو الأوكسا الأفريقية، احنا بنقعد من فترة تانية اجتماعات مع سادة رؤساء وممثلي الاتحادات الأفريقية اللي وصلوا 37 بعد استلمنا اليوم 14، بنحقق رؤية الدولة المصرية في يعني التواجد على المستوى الأفريقي من خلال الرياضة كقوة ناعمة، وأيضا مع أشقائنا في أفريقيا اللي موجودين، وده يعني اجتماع دوري احنا بنعمله بصفة مصرية يعني مستدامة للاتحادات لمناقشة الشأن الرياضي الأفريقي وتواجدنا المصري. والله يعني النهج من 2014 يعني القيادة السياسية يعني ادى دور كبير جدا لمصر، وكمان يعني يمكن ريادة مصر في الاتحاد الأفريقي ادت الى افعال كتير واعمال كتيرة جدا. كمان المؤتمر اللي عملناه او مصر عملته على المستوى الأفريقي للشباب ايضا يعني عمل لحمة كبيرة جدا. الدور الرياضي لازم يكون مكمل لهذه الأدوار، يعني على المستوى الرياضي في التنافس وفي العلاقات الرياضية الأفريقية واستضافة الأحداث، وأيضا دورنا في على المستوى الشبابي عندنا يعني بروتوكولات وأعمال كثيرة جدا على المستوى الأفريقي والمستوى المصري. الاتحاد الدولي موجود في مصر، الدكتور حسن موجود، وطبعا التأكيدات كل الفرق يعني أكدت. احنا من بداية من 9 و11 الفرق كلها بتيجي، لكن البرازيل جاية يوم 8 بتلعب ماتش يوم 9، اليابان جت بدري يوم 3 بتعمل معسكر في مصر، وده يعني حاجة مهمة جدا ان احنا نقول ده، عشان كده فرصة لنا ان احنا نعمل كل ما هو تجريبي. ان شاء الله من 11 هيكون كل الفرق موجودة، واستعداد ليوم 13 الافتتاح والبدء باذن الله. هو اللي بيراسل الموضوع اتحاد الكوره، احنا هنراجع اتحاد الكوره، ولو في حاجه انا هناقش الموضوع ده مع المهندس هشام يعني، لكن احنا بنشوف الكلام ده كله من خلال اللجنه اللي موجوده حاليا والرد من خلالها. حدث كبير جدا ولازم ناخده بمنتهى الاهميه، في مسانده من الدوله المصريه يعني كبيره للغايه. الحمد لله احنا وصلنا يعني لحاجات كتير ومؤشرات كتيره جدا. ربنا يسهل ان شاء الله وتكمل كل البطولة، هتدي صورة ايجابية وصورة ذهنية للرياضة في العالم ما بعد كورونا.